يا كابتن، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ وحشني جدا. وانت كمان ازاي صحتك؟ الحمد لله كله كويس. انا مبسوط جدا ان انا معاكم، ويعني انا ما بطلعش خالص انتوا عارفين، ومبسوط جدا ان انا بقى مع كابتن حازم الحقيقه. يعني ابو انا اول ما حميد، عرفت ان هو هيبقى موجود معاك، انا مبسوط ان انا بقى معاكم انتوا الاثنين الحقيقه. ربنا يخليك ابو حميد، وحشنا كتير، ويعني دايما من ريحة الحبايب كده. حبيب ابو حميد، حبيبي يا كابتن، حبيبي يا كابتن، مبسوط جدا ان انا معاكم، ربنا ومبسوط كده ان انا يخليك. دايما بشوفكم كده. يعني انا انتوا دايما، انا ليا اخوات كتيره يعني طبعا من اجيال مختلفه، فانا انت منورنا يا احمد اولا، وبشكرك ان زورك الاول يكون معانا، خاصة مع واحد من الناس اللي الكابتن جوهري ليه افضال عليهم وعلينا كلنا، لكنه بالتأكيد يعني صابك حالة من الزعل شوية الفترة الأخيرة، نبرة هجوم على الكابتن جوهري بعد التاريخ العظيم الكبير اللي حققه على مستوى النادي الأهلي، على مستوى نادي الزمالك، على مستوى المنتخب الوطني، عبر مسيرته في كثير من الدول العربية كمدرب له قيمته ووزنه وثقله يا أبو حميد. الحقيقة. يعني أنا دايما ما بركزش في الحاجات الصغيرة دي. أنا الحمد لله تاريخه، يعني دايما الناس اللي يعني بتابع كويس، والحمد لله الجماهير كلها عارفة هو دايما ايه الحاجات الكويسة اللي عملها للكرة المصرية، نعم بداية من يعني ما بدأ مع الأهلي والمنتخب والزمالك الفترة القصيرة اللي جدا مسكها، وقدر ان هو ينقل الزمالك لنقلة ويطلع جيل جديد بلعيبه كتيره ادت للزمالك لفترات طويله، والفترات اللي هو مسك فيها في المنتخب يعني للاسف كانت دايما بتبقى قصيره جدا. الناس دايما بتفتكر ان اسمه كان دايما بتبقى سنتين ويحصل حاجه ويمشي وبعدين سنتين، يعني عمره ما مسك الفتره اللي هي 4 سنين على بعض. وانا كنت يعني سامع كابتن حاتم وهو بيتكلم، يعني فعلا ماتش ايرلندا ده يعني الناس اخدته كده في الفتره دي باسلوب وشكل، وهو دايما ما كانش بيحب يطلع يتكلم ويدافع عن نفسه، كان دايما بيحب يركز في الشغل بتاعه، وان هو دايما يعني بطوله 98 دي هو واحنا في عمان، وكابتن سمير زاهر كان يعني جه قابلنا وقابله طبعا علشان ان هو يمسك. كانت الفتره دي تصفيات، كانت ليبيريا وتونس، وكانت تصفيات كاس عالم، وكانت الظروف صعبه، وكنا فاكرين ان هو هيرجع على اساس دي، وكانت الظروف صعبه، ونقول له الظروف صعبه انت هترجع ازاي في الفتره دي، وكانت مصر بعيده يعني ابتدت اللي هي يعني الفتره كانت صعبه. فهو قال لنا لا انا راجع علشان اخد كاس الامم، وكانت عينه على 98. حتى هو الفتره لما هو اول ما مسك وكان بيتكلم مع الصحفيين وقال لهم احنا مركزنا ال 13، فهو يعني انا عارف في البيت ان هو عايز ياخد البطوله، وهو حتى قالها والناس مسكتها، فهو ايه مشي معاها على اساس ان العين تبعد عليه، بس هو حاطط عينه على البطوله. والحاجه دايما اللي انا عايز اقولها، يعني انا عارف ان يعني مش ناس كتير قوي ساعات يعني بتفتكر كده ان كابتن جوهري اساسا يعني لعيب فيرود ولعيب هداف، وكان هداف بطوله افريقيا وهو بيلعب، ولعيب سريع ولعيب مهاري، فهو اصلا بيحب الكره دي وبيحب الكره يعني اللي فيها مهاره. يعني انا حتى دايما كنت بساله كده اسئله علشان يعني برضو يعني افهم فكره، كنت بساله مثلا جيل 90 وجيل 98 مثلا، انت مين الاجيال اللي انت يعني ايه اللي انت بتشوفه في الجيلين يعني؟ فدايما كان يقول لي ان جيل 90 الروح اللي كان دايما بيلاقيها، جيل 98 كان بيحس ان هو بيديله الابتكار. وده اللي خلاه فعلا يعني يبقى مبتكر. ودايما كنت بحس ان هو في نقطه كده، ان الفتره دي كانت برضو الحته الاحترافيه في الانديه، ان الناس ان اللعيبه تتمرن بمستوى احترافي ومستوى تدريبي. يعني دلوقتي من سنه يعني متهيألي من فتره 2006 وطالع اللعيبه يعني ابتدت مستواها يبقى فعلا في تدريبات فتنس، ويبقى في ان المدربين دايما يبقى في تركيز على اللعيبه وبيعملوا ايه بره الملعب، ومعاهم مدربين فتنس في الملعب. وابتدى يعني فتره التسعينات كانت صعبه جدا، ان اللعيبه يعني الانديه ما كانتش بالمستوى الاحترافي اللي كان موجود في اوروبا. يعني يمكن نقول من سنه، من اول ما 90 بدات اوروبا راحت في حته خالص بالدوريات والمنتخبات، ومصر احنا كمحلي كفي مصر احنا فاكرين نفسنا ك يعني بلد ان احنا ممكن نبقى جامدين، بس لا فعلا كان في
الفرق وابتدى الكوره ما تبقاش ان هي بس المهاره. احمد لو حبيت اسالك عن محطات هامه في حياه الكابتن جوهري، يعني مثلا بنتكلم على التاهل لكاس العالم 90، بنتكلم على بطوله الامم الافريقيه 98، بنتكلم على بطوله عربيه، بنتكلم على بطوله افريقيه مع الاهلي، بنتكلم على بطوله افريقيه مع الزمالك، عدد كبير جدا من البطولات. يعني بالتاكيد كان بيعتز بكل هذه المحطات، لكنه اكيد كانت هناك محطه هي الاغلى عند الكابتن محمود الجوهري. الحقيقه يعني هو كان دايما بيحط لنفسه تحدي. يعني اول ما مسك نادي الاهلي، انا دايما كنت اسمع القصص دي ودايما كنت احب اتكلم معاه فيها، اول ما مسك نادي الاهلي فكان بالنسبه له ان هو ياخد الدوري والكاس، ده عادي يعني. اي مدرب هيمسك الاهلي هياخد الدوري والكاس اكيد. فكان اول حلم ليه ان هو فعلا ياخد اول بطوله افريقيه. وساعتها يعني هو حتى بنفسه قال لي، انا قعدت مع كابتن صالح وقلت له دلوقتي انا عايز ان انا اخد اول بطوله، ازاي احنا يبقى معانا الجيل الذهبي ده وما ناخدش البطوله الافريقيه؟ وقال له انا دلوقتي انا مخطط ان احنا ناخد البطوله الافريقيه، وفعلا اخد اول بطوله افريقيه ابطال دوري مع الاهلي، واول بطوله افريقيه ابطال كاس مع الاهلي. فيعني ده الحاجه يعني انا برضو ببص لها، ان ازاي هو بيحط نفسه دايما هدف وبيسعى له وفعلا بيوصل له، ودي ما بتبقاش حاجه سهله يعني. وبرضو دي حاجه من الحاجات برضو ان يعني كان كابتن صالح يعني برضو في حاجات عند الناس كده للاسف هو ما كانش دايما يعني بيتكلم فيها. انا عمره يعني انا عمري في حياتي من عامه من والدي يعني اللي انا شفته، لو في اي حاجه بتتقال في الصحافه او حاجه بتتقال مثلا على اي حد عن لعيب او حاجه قديمه او اي حاجه، هو عمره ما اتكلم على اي حد وحش. ودايما بالعكس كان دايما يقول لي ان كابتن صالح يعني ان هم يعني اصحاب، وان هو ان كابتن صالح يديله الفرصه ان هو اساسا يبقى من صغر سنه ويمسك الفريق الاول النادي الاهلي. قال لي انا ما طلعتش بره النادي، يعني انا كنت لعيب في النادي الاهلي وجات لي فرصه ان انا على طول ادرب في النادي الاهلي. ما راحش مثلا درب في انديه ثانيه او في محافظات او كذا وبعدين رجع للنادي الاهلي، لا. فده معنى كده ان العلاقه القويه اللي ما بين كابتن الجوهري وكابتن صالح، الحاجات دي للاسف الناس ما اتكلمتش فيها بالشكل الصح. طريقه خروج كابتن جوهري او الرحيل في الفتره اخر مرحله في حياته برضو للاسف يعني الموقف يعني انا مش عايز اتكلم طبعا النهارده يوم كابتن حازم. لا معلش، عايزين برضو نقول للناس وانت يعني اكيد انت يعني كنت في المراحل دي كلها من البدايه يعني كابتن شوبير، يعني فانت اكيد انت اكتر واحد يعني انت كنت بنفسك بقى لعيب معاه طبعا، وهو بنفسه يعني كان ازاي معاك ان انت كان قدامك كابتن اكرامي وكابتن ثابت، وان هو كان دايما وانت صغير في السن كان دايما يخليك ان انت تصبر وان انت فرصتك جايه. والحقيقه الناس بتنسى ان هو الجيل بتاع الاهلي ده يعني كابتن خطيب وطاهر ابو زيد ومصطفى عبده ومجدي عبد الغني، وطبعا كلهم كباتن كبار جدا. هو كان معاهم واخد بطولتين افريقيا معاهم والدوري والكاس. هو دايما الحمد لله يعني الاجيال كلها عدى عليها، واللعيبه الكبيره والنجوم وكمان يعني كان بدايتهم دايما معاهم او تالقهم دايما معاه يعني. وكانت برضو يعني مثلا جيل 90 كان في لعيبه كبيره، وكان في لعيبه لسه بتظهر زي هاني رمزي، زي احمد الكاس، زي هشام عبد الرسول، يعني كابتن هشام يكن طبعا، كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا. يعني والميكس طبعا مع اللعيبه الكبار اللي هو زي حضرتك وزي كابتن جمال وربيع ياسين مجدي وكابتن ربيع ياسين طبعا. يعني كان في توليفه يعني ان هو ينجح ان هو فعلا يعملها، وكان فعلا الدروب اللي انا بحسه ان هو كان لازم فعلا يعني يكمل، ان هو فعلا كان لازم يعني من 90 كان ياخد للاربع سنين كامله صحيح، وما كانش الماتش بتاع اليونان او الهيصه اللي حصلت بعد. يعني انت يمكن كانت انت معاك اقوى مجموعه ان انت تلعب ايرلندا انجلترا وهولندا، حتى هو كان في برنامج كده طلع فيه، فحتى يعني انت ماتش ايرلندا ده الناس ناسيه ان هو الماتش انت كبلد مصر مهما كان هم باصين ان هم عايزين ياخدوا منك انت نقط. يعني سيبك ان احنا كمصريين باصين بقى ان احنا عايزين بطولة كاس العالم وكده، لا الناس دي ما بتهزرش. انت معاك هولندا واخده بطولة 88، معاك انجلترا عمرها ما وصلت سيمي فاينل، وصلت سيمي فاينل يعني قصدي من ساعتها وصلت سيمي فاينل في البطولة دي. ايرلندا اساسا في التصفيات ما اتغلبتش ولا ماتش ولا يعني، والجيل الذهبي يعتبر لايرلندا في الفترة دي او في اي فترة كان ده الجيل الذهبي بتاعها،
وهم نفسهم اتعادلوا كلهم مع بعض. مظبوط. واحنا كمصريين بقى عندنا امل ان احنا ازاي نتعادل مع ايرلندا وازاي نتعادل مع كده وهم كلهم اتعادلوا مع بعض اساسا يعني. صحيح يعني. صحيح. فتخيل بقى ايرلندا انت متعادل مع هولندا اللي هي تعتبر ايرلندا جايه بقى بطل اوروبا انجلترا. نعم. وهولندا. نعم. فان مصر تتعادل بقى مع هولندا وانا اتعادلت مع انجلترا. فانا بقى هنزل اكل مصر دي. نعم. يعني فهي عملت علينا جيم وهم كرتهم دايما الكور الطويله. صحيح. فعملت علينا جيم قوي جدا. وبرده منتخب مصر في نفس الحكايه انا سمعت كذا مره الكابتن هاني بيتكلم واللعيبه بتتكلم ان هم ما كانوش عايزين يضيعوا الفوز اللي هم سوري التعادل حلوه اللي قدام هولندا ساعتها مع هولندا. نعم. فالماتش فعلا كان مضغوط ان ايرلندا نازله وكل بطوله وكل مباراه بالتاكيد لها ظروفها. وزي ما قال حازم يعني حصل موجه كبيره وزي ما كابتن حازم بيقول فعلا الناس بتنتان انت في ال 98 انت حسام كابتن حسام حسن واخد الهداف 7 اجوان انت لعب كره هجوميه بتكسب بالاربعه وبتكسب بفرق سكور الفاينل كسبان 2-0 يعني الحمد لله ومش اكيد يعني واكيد اكيد هستاذنك هتشرفنا في حلقه لانه مهم جدا كلام كتير جدا كان كلام كتير منورتنا يا ابو حميد وكان لازم بس نشم حاجه من ريحه الكابتن محمود الجوهري كده 5 دقايق ويعني كابتن حبيبي. حازم انا يعني منور ابو حميد بعشقه جدا حبيبي ربنا يكرمك نعم واشكرك بقى كمان بشكرك شكرا جزيلا يا احمد.